اوكي الفايلز بدي ارجع اذكرك هنا انه احنا فعليا انه في الحاسوب اي حاسوب في العالم ايش المكونات الرئيسيه تبعته؟ امتو انبوت اوتبوت بروسيسنج بالضبط بروسيسنج سي بي يو وانبوت واوتبوت بالضبط تمام. الان انه يعني في برضه وحده اللي هي متعلقه بالميموري، والميموري هذه ممكن انه هي تقسم لمين ميموري وسكندري ميموري. فبالتالي هنا انبوت عفوا سي بي يو واي او ورام، يعني ثلاث مكونات في الحاسوب. انه احنا عندنا سي بي يو واي او وميموري. تمام ميمو، وهذه الميموري انه انا عندي في مين ميموري وفي عندي السكندري ميموري. طبعا المين ميموري والسكندري ميموري ليش انا في عندي وحدتين للتخزين؟ لانه هذه اسرع ولكن انه مشكلتها انه هي بتفقد المعلومات فيها اذا انقطعت الكهرباء عنها او اذا تم اغلاق الحاسوب، وهذه انه ابطا. وميزتها انه بتحتفظ بالبيانات حتى بعد اغلاق جهاز الحاسوب. فانا محتاج الاثنين فعلا، لانه انا بدي ذاكره سريعه تلحق على سرعه السي بي يو. تمام، لانه احنا لو لغينا هاي المين ميموري الرام واشتغلنا على السكندري، خلص خلينا على السكندري، بس البطء تبعها يعني انه حتخسر السرعه اللي انت طورتها في الحاسوب في المعالج. فبالتالي انه المين ميموري بتبطئ المعالج، لانه اصلا كل ما بده حاجه بتعامل مع جهاز بطيء، فهذا انه حيدخل في مرحله ويت اكثر. فعشان هيك انا محتاج هاي الذاكره الرئيسيه. ففعليا انا محتاجهم هم الاثنين، هذه لتشغيل البرامج وهذه لتخزين البرامج والملفات. يعني فبالتالي انه البرنامج عندك مخزن، واول ما تعمل عليه دبل كليك بتم تحميله على المين ميموري، لانه اسرع في الاكسكيوشن. وانه هنا دائما بسال انه اوكي وات نيكست للنيكست انستراكشن او تعليمه الجديده. الان فعليا احنا تعاملنا مع الاي او ديفايس. مين يقول لي ايش الديفايسز اللي احنا تعاملنا معاها في الكورس؟ انبوت اوتبوت. مش احنا كتبنا برامج وعملنا امثله؟ ايش الاي او ديفايسز اللي احنا استخدمناها فعليا؟ الكيبورد. كيبورد كنا ناخذ انبوت من استخدام الكيبورد. ايش كمان؟ والاوتبوت الديسبلاي على طريق نشوف على الشاشه. بالضبط بالضبط. والوحده المعالجه المركزيه كيف كنا نستخدمها؟ كنا ندي له بالضبط انه اف وال وكل الامور هاي اوبريشن. بالضبط. والان السكندري ميموري اجى دورها. فبتلاحظ انه انت فعليا انه انت كمبرمج انه انت تتعامل مع كل مكونات الحاسوب. السكندري ميموري انه احنا بنتعامل مع الفايلز، وهو موضوع الشابتر اللي احنا بنحكي عنه اليوم، او الباب اللي احنا بنحكي عنه اليوم. اوكي طيب، شو تعريف الفايل؟ تعريف الفايل ببساطه هو سيكونس اوف لاينز. تمام، انا في عندنا هذا الملف. تمام، ممكن انه احنا نحمله واضيفه انا عندي في المستودع. فبختار حفظ واحط في الجيت هاب في هذا المستودع في النوت بوكس هذا الكلام. وبالتالي انتم ممكن تاخذوه من المستودع او من الرابط هذا الملف التجريبي اللي احنا راح نجرب عليه. تمام طيب، في البايثون عندنا الاوبن، هي انه احنا يعني هي عباره عن داله. شو بترجع لي؟ بترجع لي فايل هاندل. في خلي بالك في فرق بين الاوبن والريد. الاوبن انه انت بتفتح يعني ملف، فتح الملف وليس لا يعني بالضروره قراءته. فبالتالي الاوبن بترجع لك حاجه اسمها فايل هاندل. ايش الفايل هاندل؟ هو عباره عن متغير
ممكن من خلاله انه انت تجري العمليات الاساسيه تبعت الفايل. طبعا هنا يعني قبل ما انت تقرا الفايل لازم انه انت تخبر البايثون ايش الفايل هذا اللي انت بدك اياه، وين مكانه، تمام، وايش العمليات اللي انت بدك اياها. فبالتالي هنا اول حاجه بتفتحه وبعدين بتحدد العمليات، ايش العمليات اللي احنا بدنا اياها. فينا عندي اربع عمليات: open, read, write, close. يبقى هذا هو الهاندل، تمام، ومن خلاله بقدر انه انا اعمل هذه العمليات. طيب خلينا نستخدم الاوبن. بروح بعمل انه الهاندل بتساوي اوبن، بعطي له اسم الفايل، وهنا بحدد المود. المود انه انا بدي افتحه في وضعية القراءة او الكتابة، يعني هنا انا محطوط R معنى ذلك انه انا بدي افتح وضعية القراءة. مكتوب W معنى ذلك انه انا بدي احطه او استخدمه في وضعية الكتابة، تمام. هذه المود. بعديها بحدد انه انا بدي اعمل read ولا write، انه حسب وضعية الكتابة اللي انا بدي اياه فيها. الان لو انت الاوبن هذه الفايل هاند رحت طبعت لي اياه، فهتلاقي انه الاوتبوت عندك حيطلع شغله زي هيك، اللي هو عباره عن اوبجكت للفايل، بيورجي لك انه انت فاتح الفايل هذا اسمه، تمام، لانه انت هي حددته هنا، بالاضافه انه المود ريد، بالاضافه للانكودينج دي اف 8. بتصور انه مر عليكم موضوع الانكودينج قبل هيك، صح؟ اوكي، خلينا يعني ننتقل للكود ونقرأ ملف. فخلينا نسكر هذه ونفتح واحدة جديدة، chapter أو ch 7. لا شو رقم الشابتر؟ 7 دكتور. مزبوط مزبوط، تمام. 7 files. اوكي طيب، فهي هاندل تساوي open، اسم الفايل حطينا هنا. فممكن انا عندي هنا بختار copy copy للباث هنا نعمله. طبعا انه بما انه النوت بوك هذه شابتر 7 وهذا الفايل انه موجوده في نفس المسار، ما فيش داعي انه انا احط المجلد انه نوت بوك، فبكتب اسم الفايل بشكل مباشر. طبعا المود باي ديفولت ريد، فعشان هيك انا لو عملت اوبن وهاندل فهيو محطوط هنا ريد، وهي الانكودينج محطوط سي بي 1256، هذا الانكودينج مستخدم عندي في الويندوز. الآن أنا ممكن أحط باراميتر تاني وأحكي له هنا مود بتساوي R، فنفس النتيجة بالضبط. وممكن إنه أنا ما أذكر اسم الباراميتر، هو لحاله بعرف إنه هذا الـ R هي عبارة للمود، فنفس النتيجة بالضبط، تمام. فالآن باراميتر إنه الديفولت هو اصلا ريد، فبالتالي انه ممكن انه انا ما استخدمها، او يفضل انه انا استخدمها بيكون الكود انه ريدابل اكثر. خلينا نغير في الانكودينج، خلينا احط هاي زي هيك ونغير في الانكودينج، نحط باراميتر ثاني كوما انكودينج بتساوي ونحط يو تي اف سمول يو تي اف 8. فهنا سكر الكودز يساوي encoding ناقص G، طبعا. فالآن اللي اختلف في الموضوع انه الانكودينج هنا بدل ما كان CB 1256 صار UTF 8،
طيب الآن نيجي لأنه إذا كان الفايل هذا مش موجود، فلو أنا عملت إنه الهاندل بتساوي وهي بدون إنه المود أكيد يعني طبيعة الحال هيكون، أو خليها أوكي مش ريدابل أكتر هيك، وقلنا إنه أنا اسم الفايل إنه my file dot text. هل الماي فايل موجود هنا؟ لا مش موجود، فبيطلع معايا الايرور اللي هو فايل ايرور، فايل نوت فاوند ايرور، نو ساتش فايل اور دايركتوري، اللي هو الماي فايل تكست. فبدي اخلي لكم اياه هذا انه كايرور زي هيك. تمام، الان يبقى الجزء الاول انه حكينا فيه عن الفايل هاندل، وحكينا انه هو عبارة عن variable زي ما حكى عنه الvariable هذا used that is used to be perform file operations اللي هي اربع عمليات read write close شو كمان open الopen بالضبط، هو يعتبر انه برضو عملية من العمليات. اوكي يبقى نيجي للعملية الاولى انه هنا read a file. فعليا أنا عندي there are two ways to read files. الطريقة الأولى إنه read line by line using for loop. الطريقة الثانية read the whole file in memory، وهذه إنه from disk. فعليا هذه بتتعامل مع الديسك، وهذه بتتعامل إنه مع الميموري، إنه صحيح تقرأه من الديسك كله ولكن إنه بتحطه كله في إنه أوكي from disk and put it in memory. تمام، طيب اوكي اي طريقه استخدم هذه ولا هاي؟ يفترض انه انا يكون في عندي جايد لاين انه على سبيل المثال انه هنا هذه good for very very large files. لما احكي لك very large files يعني انا على سبيل المثال بشتغل على فايل حجمه 35 جيجا بايت، ويستحيل انه انا اقرا الملف كله واحطه في الذاكره، فيش يعني فيش ماشين انه يعني حجم الذاكره يعني ماشين عاديه يعني انه حجم الذاكره فيها 35 جيجا بايت، يعني كلهم اللي بعضهم انا اللي عندي هم بس 8 جيجات. فبقرأ الفايل line by line from disk وهيك إنه بيكون إنه كذا، فبالتالي إنه هنا slow but good for large file. تمام، وهنا إنه fast and good for small file. small file ليش؟ لأنه إنه it fits in memory يعني بتسع يعني الذاكرة يعني لنفترض انه الفايل انا عندي كلياته على بعضه 300 ميجا، 300 ميجا بحطها على الرام يعني مش مشكلة يعني اوكي بحم يعني انه small هذا الفايل. فهيك احنا عرفنا الطريقتين هدول. نبدأ بالطريقة الاولى method 1 read file line by line. فبدي اخذ الهاندل هذا
زي هيك تمام. وهنا بحكي for line in handle. طيب خليني أجرب هذه الشغلة في فايل صغير، فعشان هيك أنا بدي أعمل هنا هي new file وأسميه مثلا إيش ممكن نسميه تيست فايل أو تيست واحد، وهذا بدي أعبيه بنص أحكي إنه hello my name is أحمد and I study Python. Python is a cool language. على الأقل لغاية الآن صح؟ كيف؟ لغاية الآن منيحة. وإن شاء الله بتضل إن شاء الله بتضل هيك. أوكي. And I write Python code every day. Goodbye. هيك حفظنا الفايل، وهنا بدنا نغير هذا الكلام ل تيست واحد. عشان هيك انه انا بدي اظهر لكم انه يعني في محتوى ملف صغير عشان انه يبين معنا، فبدي احكي هنا انه print line، وبعديها انه بحكي handle.close. لازم اعمل العملية هاي، فتحت ملف لازم اسكره، لانه لو ما سكرتوش واضطريت انه انا بدي اقرأه تاني بيكون انه الهاندل هذا اوريدي مفتوح، لازم انه اسكره عشان ارجع افتحه تاني، لانه في الهاندل لما اعمل ريد الفايل المؤشر تبع الفايل فعليا بيصل لاخر الفايل end of file. في عندي حاجه اسمها end of file بيصل للاين 7 هنا، فبالتالي لما باجي بقرا انه بعمل ريد فبقراش ولا حاجه، خلص وصل للاند اوف فايل. لكن لما اعمل كلوز واعمل اوبن مره ثانيه برجع المؤشر هنا على بدايه الملف. هذه شغله. الشغله الثانيه انه هنا في البرنت لاين شوف لي كيف النتيجه، شايف انه hello my name is احمد طلع نفس الفايل هيو هذا، بس ايش بتلاحظ انه هنا انا عندي hello وحط انه انت عندك هنا مسافة او عفوا new line هنا وهنا my name، مع انه هنا في الفايل انه انا يعني السطر my name انه جاي بعد الهلو مباشرة في سطر اثنين، فليش عمل زي هيك؟ لماذا عمل زي هيك؟ ليش صار زي هيك؟ لأنه أنا خليني أورجي لك هنا هاي الملف تيست، بدي أفتحه بالنوت بعد بلس بلس. هذا محرر متقدم، في عندك هاي الإشارة اللي هو show all characters، ومن ضمن الكاركترز هدول الكنترول كاركتر. إيش في عندك محطوط هنا؟ الأف. ماذا تعني الأف؟ line feed تمام. line feed معناها إنه يعني سطر جديد، فأنت عندك كلمة الهلو في بعديها line feed، هذا الكاركتر مش مرئي بالنسبة لإلنا، والبرنت أصلا تطبع لك النص في سطر، يعني كل جملة برنت بتطبع لك في سطر جديد، فبالتالي عشان هيك عمل سطرين. لكن احنا كيف ممكن نشيل اللاين فيد هذه؟ باستخدام اي دالة في السترينج. اي دالة يا شباب؟ ابليس؟ لا ايه
تبدأ بحرف الأس. ستريب. خلي بالك لا يعني ما تلخبط بين الستريب والسبلت. فالستريب هنا أوكي، خليني أخلي لك هذا الأوتبوت زي ما هو زي هيك، حأخذ هذا الفايل هذا الكود مرة تانية هنا وأشغله مرة تانية وهنا دوت ستريب. لاحظ الفرق هنا هلو، هنا نزل سطر جديد وهنا هلو بدون سطر جديد لأنه إحنا عملنا ستريب لللاينز. هجيت اللي السطر اللي فيه أصلاً سلاش إن هيو باقي يعني ضايل زي ما هو، هيو موجود هنا ضايل باقي. فبالتالي إنه هيك بهاي الطريقة إنه أنا قرأت الملف وشلت السلاش إن. تمام، هذه الشغلة كتير مهمة لأنه أنت ممكن تدور على شغلة في آخر السطر وما تلاقيها في الفايلز، لأنه إحنا علقيت إنه إحنا إيش بدنا نسوي، بدنا نجمع الأفكار اللي موجودة عندنا في شابتر 6 تبع السترينج وشابتر 7 تبع الفايلز. فبالتالي إحنا بدنا نصير نبحث في فايلز، إنه ما دام بدك تبحث في فايلز لازم تعرف كيف تعمل كيف تعمل كليننج للتكست. تمام، طيب هيك خلصنا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية method من read the whole file. هذه الحالة برضو نفس الفكرة، بفتح الأوبن بس هنا بحكي text بتساوي handle.read وهي التكست. لاحظ انه قرأ لك الفايل هنا بكل الشغلات اللي موجودة فيه. هنا هاي سلاش ان سلاش ان، هاي هل سلاش ان اثنين، هذا سلاش ان اللي هو في نهاية هذا السطر وسلاش ان هنا. فبالتالي قرأ لك إياه بكل الكنترول كاركترز وكلهم موجودين في الذاكرة، انت عندك في متغير اسمه تكست. الآن لو طبعت التكست هذا الكنترول كاركترز هذه انه بيتم انه يعني تاخذ تأثيرها. تمام، اللي هو نفس هذا الاوتبوت اللي احنا قرأنا فيه النص هنا سطر سطر. لغاية الآن الأمور واضحة؟ طيب الآن لو قرأنا النص هذا، قرأنا عفوا إنه الفايل هذا قرأناه في نص زي هيك وبدك تلف على الأسطر. يعني أنت لاحظ في التعامل مع النصوص إنه أنت ممكن تتعامل على مستوى الحرف، تعمل لوب على الحروف أو تعمل لوب على الكلمات، وهنا ممكن تعمل لوب على الأسطر. فبالتالي كيف ممكن أعمل لوب on lines؟ اللوب على الأسطر هيها اللي هو في الطريقة الأولى لأنه إحنا بنقرأ line by line، لكن هنا في هذه لما أنت قرأته كله بالكامل هل نقدر نعمل لوب على سطر سطر؟ ممكن. for line in text dot split ايش؟ slash m i no print line. ففعلا انه زي هيك، فانت فعلا انه يعني انه انت قدرت انه انت تتعامل مع هذه انه سطر سطر. أو إنه أنا ممكن إنه بلاش إنه أنا أحكي زي هيك، إنه أعمل لك إياها كلوب، وممكن أعمل لك إياها إنه lines بتساوي فبالتالي أنا ممكن أجيب أول سطر lines
اوف الزيرو تمام لاينز اخر سطر ماينس واحد ايش محتوى اخر سطر جود باي جود فاضي جود باي فاضي هاي هاي سطر سبعة هاي كتب لك اياه انه محطوط فيه هاي امتي القبل الاخير هو اللي فعلا انه جود باي ناقص اثنين تمام لاحظ انه انا يعني بكتب وهنا حاطط سبيس هاي يعني هاي فعلا السبيس هذه موجودة هنا تمام طيب تمام هجيت ناخذ اول مساله انه احنا بدنا نعمل كاونت لللاينز رايت كاونت ذا لاينز اوف ا فايل خلينا ناخذ نفس الفايل تبعنا هذا ممكن اعد بالطريقتين دعمل هنا لوب هنا line count يساوي 0 وهنا for line in handle كل سطر انه انا بلف عليه شو بعمل انه line count plus equal 1 بعديها انه print line count هنا 6 تمام صحيح هو 7 بس بما انه اخر سطر انه امتي هو يفترض انه هو الفرق في اللاينز هنا بدا الصفر واحد اثنين ثلاثة end of file للاخير انه قرأه طيب ممكن نحط فيه نقطة وهنا نرجع نشغل تاني فهنا بصير 7 وعشان انه كان empty لانه انا مش عامل strip لللاين اوكي وهذا يعني هذا حيتطابق مع من الطريقة التانية انه بدي اعملكم اياها في line واحد مش هذه بترجع file handle صح وكنا نحكي انه الفايل هاندل دوت ريد تمام فممكن انه اعمل دوت ريد زي هيك تمام وبعديها كنا نقطعه صح سبليت ونقول سلاش ام فجيت هذا الكلام كله بدنا نحسب اللين تبعه هذا السطر الطويل شايف كتبت لك إياه في لاين واحد واضح ولا أفرط لك إياه في ملتي لاينز واضح سبعة اوكي خليني افرط لك اياه هجيت انا عندي هنا الهاندل يساوي اوبن لهذا الكلام
والLines OutText بتساوي handle.read والLines بتساوي بالText.split slash m we highlines تمام عشان انه نشيل الكونفيوجن بيناتكم انه زي هيك اللي هذه زي هيك وهنا هذه اللاين كاونت 6 بس عشان يطلعوا مطابقين لبعض بس فبالتالي هذا اللي انا عملته في سطر واحد حيو فرضته في كم سطر في 4 اسطر أو هنا نعمل لين للاينز 6 واضح هذه كيف إنه أنا فرضته هنا لأربع أسطر هو نفس الكلام بس إنه إحنا عملناه في سطر واحد تمام طب نعد السطر أو نعد الملف هذا الكبير اللي هو الأنبوكس فممكن أنه هذا الكلام أنه إحنا نستخدمه ونقول أنه هنا count فهنا بنروح ناخذ هذا الفايل ناخذ المسار تبعه وحكينا انه هاي ما إلها داعي حوالي في 1911 لاين 1911 لاين شوفي الملف هذا ألقي عليه نظرة هو عبارة عن رسائل بريد إلكتروني يعني تفريغة رسائل بريد إلكتروني بهذا الشكل طيب نبدأ في المسائل إنه in this in unbox file count the lines count how many lines starts with from نقطتين خلينا نفتح الفايل كمان مرة لاحظ انه انت في عندك اسطر فيها from بدون نقطتين وفي اسطر تانية انزل تحت حيو فيها from بنقطتين انا بدي اعمل اعد للاسطر اللي بتبدأ بالfrom بنقطتين فكيف بدي اسوي بروح بعمل فور بفتح الفايل هاندل زي هيك وهنا بعمل انه from count بتساوي 0
بحكي for line in handle إذا اللاين هذا هاي نستخدم دال starts with from نقطتين و space كمان ساعتها بعمل count plus equal 1 او from count اسمه ونرجع نطبعه هنا. إيه لا مش التست فايل اللي هو الام بوكس شورت حوالي 27 سطر معنى ذلك انه بفهم انه هذا الملف بيحتوي على 27 رسالة بريد الكتروني. طيب الآن نيجي لنمط الأسئلة. إيش ممكن يجي نمط الأسئلة؟ لو أنا طلبت منك أنه أنت تستخرج هذه الرسالة من مين مرسلة وإلى مين مرسلة، بتقدر ولا لا؟ تقدر، لأنه فعلياً أنه أنت عندك النمط، انه انت عندك هنا from و to، تقدر تجيب البريد الالكتروني من from و to، from و to تقدر انه انت تستخرجه. فبدي اياك تجيب لي عناوين البريد الالكتروني انه from و to، او مين انه اكثر ارسل اكثر شيء او شغله زي هيك. يعني ممكن انه هي تكون الكومبينيشنز تبعت الاسئله انه بهذا الشكل. اوكي طيب بدي أنا أعطيكم مسألة تحلوها المرة الجاية ونتيجوا حلينها، تعملوا شير للشاشة عندكم وتورجوني الحل تبعكم. فبالتالي إنه في هذا الفايل count how many emails sent from UK. كيف بدك تجيبها؟ لكن تطلع في الفايل وتلاحظ انه البريد المرسل منه هو from هذا، انه بده يكون انت عندك في الدومين بينتهي ب UK مثلا. او بديش انه to send from UK from send، خلينا نعملها مطلوبين. هاي المطلوب الاول وهي المطلوب الثاني sent to UK. تمام، هذا assignment. تمام يا شباب، دكتور من هذول بتكون انت بتكون تعطينا اياهم صح؟ الملف اللي ورجتنا اياه قبل شوي. صحيح، يعني هتلاقي انه موجود على الجيت هاب او الرابط تبعه عندك هيو في السلايد. ممتاز. ها
ايوه هاي اللينك تبعه في اول سلايد هنا، هذا اللينك ممتاز او انه موجود هيو على الجيت هاب، يعني بعد ما اسكر الان انه انا هيني حرفع كل الاكواد يعني انه او خليني ارفعها امامك انه هيبدا اعمل سيف لهاي و الباوربوينت يعني المره الجاي برضو يعني قبل ما انهي الشابتر المره الجاي انه انا برضو بدنا ناخذ مسائل اكثر على الفايلز انه نشوف كيف، وبعديها انه بنبدا في شابتر جديد. فهاي هنا في عندكم أي أسئلة يا شباب؟ احنا بلشنا ندخل في شيء، انا بالنسبه لي يعني المحاضره اليوم لازم اعاود ارجع انا احضرها لانه بلشنا ندخل في الاشياء الديب يعني خلص يعني بدينا ندخل في الجد يعني هذا كله كان مزح يعني لا يعني مش مزح يعني خلينا نقول على الاقل يعني انه مثلا مسيطر عليه نوعا ما، بس يعني هذا الاشياء انه ايش في اشياء كثير غريبه علي يعني انه مثلا ما مرتش علي عشان هيك عمالي في أشياء أوكي كانت مر علينا مثلا في تكون مثلا في مساق إشي تلمح لك شغلة معينة من مادة معينة أوكي، بس يعني بتذكر أشياء خفيفة منهم، بس هذا في أشياء يعني أول مرة أنا عمال بشوفها. طيب هو السينتاكس إذا أنت صرت فاميليار معه بتصير إنه أنت تتعامل مع المسائل تبعت الفايلز إنه هي زي مسائل السترينج بالضبط يعني. يعني لو اجيت انه فعلا المره الجايه حال المسائل تيجي تقول لي انه انا عارف الجواب، تيجي تقول لي انه الرسائل المرسله من اليو كي هل قد، والرسائل المرسله الى يو كي هل قد، انه بيكون كتير ممتاز يعني. فتيك يور تايم وانه احضر المحاضرات وحاول انه انت تحل المسائل ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. في حدا تاني عنده أي أسئلة تانية؟ دوران عشان قطع النت عندي هلا الأسايمنت هذا نسلمه كمان مع الإكسرسايز اللي قبل، هذا الأسايمنت نسلمه مع الإكسرسايز اللي قبل. صحيح هذا الأسايمنت إنه يعني اللي هو نهاية الباب السادس الخامس والسادس تمام، بالاضافه لهذه اسايمنت مش موجود في الكتاب الان كتبت لكم اياه. فهدول الثلاثه انه تحاولوا انه المحاضره الجايه انه تكونوا انه انتم حلينهم يعني. تمام دكتور. طيب خلاص هيك بعتقد اذا ما في اسئله خلينا ننهي اللقاء وان شاء الله بنشوفكم يوم الثلاث إن شاء الله يا دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيك. جورج بس أسألك. تفضلي. محاضرة الدكتور لبي بكرة على الساعة 1 ولا الساعة 12؟ أنا صراحة سألت مجدي فمحكي لي احتمال 12 ونص زي المرة الماضية، فأنا قلت له بكرة يأكد علينا عشان هيك لأنه أنا لازم